ود. السلام عليكم. انا مغربيه. السلام عليكم. اهلا اهلا يا دكتور احمد، ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اخبارك؟ اخبارك انت عامله ايه؟ صحتك؟ الحمد لله. انا عاوز يزيد وزني، عندك شيء يزيد الوزن؟ تمام. يعني انت دلوقتي بتقولي عايزه تزودي وزنك شويه، صح؟ قدر ربنا يسعدك. فيك تحكي، اتفضل. تمام. اتفضل يا دكتور. بص هقولك على اشهر اسباب بتؤدي لاصابه النحافه، هقولك على اشهر حاجات ممكن تخلينا ان احنا نحاف في البدايه. زي ما انا اقول كده، بقول في المستمر يا جماعه، مش اي حد نحيف يبقى فقط جلاتيه لقيمه الاكل. ناس كتيره جدا نحيفه بتاكل كتير جدا وبتشرب كتير جدا وبتجيب الحاجات اللي بتزود الوزن جدا وتطلع على الصيدليه وبتجيب مكملات جدا عشان تزيد في الوزن، وبرغم ذلك ما تزيدش في الوزن. طب ايه السبب؟ علشان احنا ما عرفناش سبب النحافه اللي موجوده عندنا. فدورنا بقى ان احنا دلوقتي نكشف لك ما يعني ايه اسباب النحافه. طبعا في البدايه بعد ما نستبعد الاسباب الوراثيه، ان انا مثلا يكون طبيعه العيله بتاعتي كلها بلا استثناء ان هي نحيفه، بعد ما استبعد مثلا ان الاب او الام يكون عندهم نحافه، فكنتيجه ان الاب والام عندهم نحافه انا ايضا بيجي لي نحافه. برضو ممكن انا ما شاء الله، انا ابي وامي، يعني امي اسف على المقاطعه، امي يعني كتير وزنها كويس مصحانه. ايه يعني بصي ايضا ممكن ارتفاع، ممكن السبب، ما انا بقول لك، انا بقول لك الاسباب، يعني انا بقول لك هقول لك الاسباب كلها وبعد كده احنا نكشف مع بعض ايه الحاجات اللي مثلا وليكن اللي عندنا بالظبط علشان نقدر نحلها مع بعض. تمام تمام. اول حاجه قلنا التاريخ العائلي، التاريخ العائلي تعتبر من ضمن الحاجات، يعني ان انا بنبص للتاريخ العائلي. تاني حاجه بنتكلم فيها معدلات الايض المرتفعه. يعني ايه معدلات الايض المرتفعه؟ يعني ممكن يكون عندنا مثلا مشاكل في الغده الدرقيه. الغده الدرقيه هنا بتبقى موجوده في الرقبه، بتفرز هرمون اسمه هرمون السيروكسين، لما بيفرز بكميات كبيره معدلات الايض بتاعتنا بتبقى مرتفعه جدا، وكنتيجه ان معدلات الايض بتبقى مرتفعه جدا ان الحرق بتاعنا بيبقى عالي جدا، فبالتالي مهما اكلنا اللي احنا بناكله بيتحرق، ففي حرق بشكل متواصل للاكل اللي احنا بناكله كنتيجه ان احنا عندنا مشاكل في الغده الدرقيه. علشان كده بقول بشكل مستمر لابد في البدايه ان نعرف هل لدينا اي مشاكل في الغده الدرقيه. عشان كده بنصح الناس بشكل مستمر بنقول لهم نعمل تحليل الغده الدرقيه اللي هي تي اس اتش مع الفري تي 4. ما نعمل التي اس اتش والفري تي 4 وما طلعش عندنا مشاكل صحيه وما عندناش مشاكل في الغدد، يبقى ممكن يكون عندنا مثلا انيميا. الانيميا ايضا سبب في النحافه وفقد الوزن. اما الشخص واغلب الاعراض دي بتبقى اغلب الناس النحيفه بيبقى عندها هذه الاعراض. بيجي لي يا دكتور ده انا عندي صداع مستمر وارهاق مستمر وتعب من اقل مجهود، ببذل مجهود بسيط، احيانا ضربات قلب سريعه. انا اصلا عندي انيميا. عندك انيميا، فالانيميا سبب في النحافه وفقد الوزن. لابد في البدايه ان احنا نعالج الانيميا اللي موجوده عندنا عشان نستطيع ان احنا نعالج النحافه الموجوده عندنا. دي كده النقطه رقم واحد. طب يا دكتور احمد ازاي هنعالج الانيميا بتاعتنا؟ اول حاجه في جانب دوائي وجانب غذائي. الجانب الدوائي الحاجات الاساسيه، اقراص الحديد بالجرعات اللي الدكتور بيحددها على حسب نسبه الهيموجلوبين بتاعتنا. مع اقراص الحديد بناخد فيتامين ب 12، ومع فيتامين ب 12 بناخد حمض الفوليك. حمض الفوليك مع فيتامين استنى اكتب هالشيء. اقراص الحديد سامعاني؟ سمعك. بس يبقى. انا استنى اكتب هالشي عشان انا اشري هالاشياء. تمام. يبقى قلنا اقراص الحديد، اقراص الحديد زي ايه؟ الفيروترون، الفرافيرو، الشوكومنستر، التراست، الـ اي منتج من المنتجات اللي ما بتاعت الحديد، اقراص حديد يعني. طبعا انا بفضل مثلا ممكن الفيروترون، يعني اشهرهم اللي بيتكتب على طول الفيروترون، وانا حتى كنت بكتبه كتير ونتائجه كويسه بس يعني. وبرده في منتج تاني يعني ممكن يكون يعني قريب من الفيروترون بس ده بندخله تحت المكملات الغذائيه، اسمه الشوكو منستر. الشوكو منستر ده احنا بنستخدمه علشان المناعه، برضه عشان نزود المناعة عندنا في الجسم، لأنه فيه الكوليسترول
وبنستخدمه ايضا للناس اللي عندها نقص في الحديد، لان هو برضو في ممكن يرفع لنا 1 جرام في الشهر. يعني انا مثلا لو انا الهيموجلوبين بتاعي 10 مثلا، انا ما اعرفش الهيموجلوبين بتاعك قد ايه عشان اقدر اقول لك هتمشي على جرعه قد ايه يعني، لكن الهيموجلوبين بتاعي مثلا لو 10، ال 10 دي مثلا انا كيف بدي اعرف مثلا كيف انا راح اعرف هالشيء؟ بتعرفي من خلال تحليل صوره دم كامله اللي هي سي بي سي، تحليل صوره دم كامله او السي بي سي بتكشف لنا هل عندنا انيميا ولا لا، ونسبه الانيميا اللي موجوده عندنا قد ايه. وممكن نعمل معاها يعني تحليل مخزون الحديد جوه الجسم اللي هي الفيريتين، يبقى الفيريتين مع صوره دم مع صوره دم كامله نقدر من خلالهم ان احنا نعرف الانيميا. لو طلع عندنا انيميا بناخد ال3 حاجات اللي احنا قلنا عليهم: اقراص الحديد، فيتامين بي 12، الفوليك اسيد. الحمد لله ال3 حاجات دولي، ده كده بالنسبه لعلاج الانيميا. لكن ده هذا الجانب الدوائي. اما الجانب الغذائي فنركز على الاغذيه، نحط في النظام الغذائي الاغذيه اللي بتحتوي على عنصر الحديد. ايه الاغذيه اللي بتحتوي على عنصر الحديد؟ العدس مثلا فيها، ماشي العدس فيه، بس العدس فيه مش مفيش مشكله كبروتين، ماشي. مع الحاجات اللي بترفع معانا ممكن نقول لو انت بتقول الخضروات الورقيه الخضراء مثلا، ممكن نقول في الخضروات الورقيه الخضراء ممكن نقول السبانخ، ممكن نقول الهندباء. السبانخ والهندباء ولا يهمك. يبقى احنا قلنا السبانخ، قلنا السبانخ، ومع السبانخ الهندباء، دي الخضروات ذات اللون الاخضر. ممكن لو احنا عايزين نقول افضل الحاجات اللي ممكن مثلا تعمل لنا زياده في الوزن كويس وايضا تعالج لنا النحافه، نقول التمر والتين. التمر والتين، فاحنا لو عملنا مثلا وليكن مشروب التمر مع التين مع الحليب مع المكسرات مع موز مع اي حاجه، هذه الاشياء لو مثلا قدرنا ان احنا نعملها كعصاير، حاول قدر الامكان. الشخص النحيف الهضم بتاعه بيبقى ضعيف شويه، او كنتيجه بص يعني يعني الشخص النحيف بلا استثناء يعني لو جينا عملنا تحليل براز مثلا العينه صباحيه او كده ممكن يطلع عنده ديدان في الامعاء، ممكن برضه مشكله ديدان الامعاء. فبننصح برضه ان احنا نعمل تحليل براز لعينه صباحيه علشان نتاكد هل عندنا ديدان في الامعاء ولا لا. لو عندنا ديدان في الامعاء ممكن تبقى سبب في المشكله، فبرضه نعملها. ديدان في الامعاء دي مش طب مثلا شو مثلا علاج ديدان الامعاء؟ دي قصة كبيرة بقى. في انا عامل فيديو على اليوتيوب يعني اتكلمت فيه مثلا قعدت تقريبا يعني انت اعطيني هداك اعطيني بص خليني اقول قناتك قناتك على اليوتيوب. اليوتيوب اسمها الدكتور احمد عطيه الدهشان بنفس اسمي هنا بس بالعربي، او لو كتبتها بالانجليزي هيجيب لك المحتوى الانجليزي بتاعي، لو كتبتها بالتركي برضه بيجي لك. اوكي يبقى تمام. يبقى احنا كده قلنا خليك معايا. اوكي يبقى احنا كده قلنا بس انا كنت عايز اقول لك اسباب النحافه كلها علشان تعرفي ايه اللي موجود عندك بحيث ان انت تستفيدي استفاده قصوى. احنا قلنا ممكن الديدان في الامعاء تبقى سبب في النحافه وفقد الوزن، الانيميا سبب في النحافه وفقد الوزن، ممكن نقول الضغوطات والاجهادات. مثلا واحد مثلا كان بيحب واحده وكنتيجه لهذا الحب انفصلوا ولسه متعلقين ببعض. الانفصال العاطفي، الانفصال العاطفي احد اسباب النحافه وفقد الوزن، لان الشخص ده بيفكر وضغط نفسي واشياء من هذا القبيل. الطلاق برضو من احد اسباب برضو فقد النحافه وفقد الوزن. ممكن وفاه شخص قريب ليا وكنت متعلق بيه بشكل كبير ممكن تبقى سبب في ممكن نقول ضغوطات الامتحانات، الناس اللي داخله في الامتحانات برضه سبب في النحافه وفقد الوزن. مشكلات العمل هو انا الشيء بيصير معي هالشيء عشان انا لما بيكون عندي مثلا انا رح اقول لك مثلا انا بالصيف بيكون وزني كثير كويس. هو انا في مترو 60 160 يعني سنتيمتر. فانا بالصيف بكون 64 هيك شيء، ولما بكون وبالشتاء لما بكون بدرس بيكون فيها هيك 58 57 شيء هيك. يعني دائما انا وزني بينقص لما بيكون عندي دراسه وبكون ستريس يبقى خلاص هيك شيء. يعني انا نحاول طب نحل هذا الامر ازاي؟ لو احنا عندنا مثلا ولكن ستريس عالي، اهم حاجه في علاجه ان احنا ناخد مثلا وليكن فيتامين د وناخد فيتامين ب 6. فيتامين د ده ان احنا نتعرض لاشعه الشمس بالنهار. لو عايزين ناخده من الصيدليه ممكن يجيبوه من الصيدليه وناخده من الصيدليه مفيش مشكله، او ممكن يتاخد على هيئه كبسولات زيت كبد الحوت. زيت كبد الحوت ممكن ناخد مثلا على هيئه كبسوله يوميا لو احنا ما بنتعرضش للشمس.
يبقى احنا كده قلنا فيتامين د، ده عشان نريح الاعصاب بتاعتنا عشان الامتحانات. نقول فيتامين بي 6 ايضا موجود ده في الخضروات الورقيه، ممكن ناخده من الخضروات الورقيه او ممكن نجيبه برده من الصيدليه باسم فيتامين بي 6 برده موجود، او في حاجات بتبقى خليط من الاثنين، او في حاجات مالتي فيتامين فيها كل الحاجات ديت يعني. او ده مثلا وليكن فيتامين د، فيتامين بي 6 نحتاج برده املاح الكالسيوم. لما نقول املاح الكالسيوم يعني مثلا منتجات الحليب، الحليب ومنتجات الحليب برضو من افضل المصادر اللي احنا ممكن نحصل بيها على الكالسيوم. لسه ما ظهر كل الاسباب. انا دلوقتي برضو ممكن زي ما انت قلت كده، قلنا محتاجين فيتامين د، محتاجين فيتامين بي 6، محتاجين املاح الكالسيوم والمغنيسيوم. املاح الكالسيوم موجوده في منتجات الالبان، المغنيسيوم موجود في الافوكادو. الافضل مصادر للمغنيسيوم الافوكادو، الافوكادو والسبانخ واللوز، افضل ثلاث مصادر للمغنيسيوم الافوكادو واللوز والافوكادو. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. تمام، فانت ممكن برضه. اهلا يا عاشق الزين، تعال تفضل معنا. معايا الدكتور احمد، دكتور تغذيه، وهو بيفيدني عن اسباب النحافه. تمام، يبقى احنا كده عرفنا ايه يعني. برضه من ضمن الحاجات اللي احنا كده عرفنا دي موضوع مثلا الحاله النفسيه، لو انا مثلا وليكن عندي ضغط محتاجين فيتامين د، فيتامين بي 6، املاح الكالسيوم والمغنيسيوم دي عشان يظبط الحاله النفسيه بتاعتنا. برضه من ضمن الحاجات اللي ممكن تسبب لنا النحافه ان احنا بنتناول اغذيه ذات قيمه غذائيه متدنيه. يعني مثلا بدل ما ناكل ثمره الفاكهه، بدل ما ناكل ثمره الفاكهه نفسها، لا نعملها على اي عصير. الشخص اللي عايز يزيد في الوزن بننصحه بشكل مستمر، حاول كل تكون سايله وسهله في الهضم، لان الهضم بيبقى عندك غالبا بايظ. فانت او تصلح الهضم بتاعك ازاي؟ ان انت تمضغ ببطء وتاكل ببطء، الاكل البطيء والمضغ البطيء. مشكلتنا ان الدنيا بتجري وكل حاجه بتجري معاها، حتى اما يعني حتى ما بناكل، بناكل بدل ما بناكل عادي كده، لا بناكل بسرعه يعني، كل حاجه بتجري حتى بنجري في الاكل. واحنا بناكل كده عايزين ننهض عشان ورايا الشغل معين وعندي حاجات معينه لازم اخلصها، صح كده؟ فانا بس فانا بشكل بسيط جدا بقول لك، لو احنا عايزين نحل مشكله لابد ان احنا نعرف ما هو السبب اللي موجود عندنا. ممكن نعمل تحليل صوره دم كامله، نعمل تحليل البراز، نعمل تحليل الغده الدرقيه، من خلالهم نقدر نتاكد هل عندنا مشاكل صحيه. ما طلعش عندنا مشاكل صحيه، طلع الموضوع ضغط نفسي، يبقى نركز على الفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي انا قلت لك عليها. ممكن ناخد بعض المشروبات مثلا اللي بتفتح الشهيه، زي مشروب البابونج واليانسون والحلبه وهذه الاشياء برضو بتفتح الشهيه. شرب الشاي والقهوه، ونحاول نركز على العصائر الطبيعيه، وممكن مثلا بعض الحاجات اللي بتزود الوزن زي المانجا والتين.